بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. بونجور افيك لجان بور لجان. اهلا بنيافه الانبا بافلي اسقف عام لمنطقه المنتزه في الاسكندريه، مبسوطين جدا بوجود نيافتك معانا النهارده. الابروشيه والشباب كله بيرحب بنيافتك. تعيش، ربنا يخليك. النهارده يا سيدنا هنتكلم عن موضوعين. اول موضوع عن حياه الاجتماعيه بره وجوه الكنيسه، وتاني موضوع عن الخدمه. هنبتدي بموضوع الحياه الاجتماعيه، وعايزين نسال نيافتك ما هي تحديات الكنيسه اللي ممكن نقابلها في الوقت الحالي؟ التحديات الصحيح اللي بنقابلها الكنيسه هنا في فرنسا او اوروبا او امريكا او بره مصر وجوه مصر. جايز التحديات الاقتصاديه جوه مصر موضوع شائك شويه للشباب، لانه بيبقى عايز يبني مستقبله، فمرات يبقى بيجهد نفسه عشان يكون مستقبله، ساعات في الوقت ده بيبقى مهتم شويه بعيد عن الكنيسه بسبب المستقبل. جايز عندكم هنا في اوروبا يبقى الشخص عنده امكانيات ان هو ممكن يعمل بيت او يشوف عروسه او امكانيات ماديه، فتبقى اسهل شويه من بلادنا. عشان كده التحديات الاقتصاديه اللي موجوده مرات تضغط على الشباب وتخليه شويه بعيد عشان عايز يشتغل شغلانه واتنين وتلاته عشان يقدر يكفي مستقبله. زائد التحديات دي الاقتصاديه، التحديات العولمه او الخاصه بالحاجات التكنولوجي اللي موجوده في العصر الحديث. جايز مثلا بره انا بشوف ولادنا بره متراقبين في اوقات شغلهم، عندنا ممكن استخدام الموبايل فتره طويله من الوقت، ممكن واحد يقعد على الموبايل فتره طويله من عمره، فده بياخد ممكن وقته وياخد كمان فكره، وربما يتغذى بافكار من خلال السوشيال ميديا، فده تحدي كبير ايضا بتتعرض ليه الكنيسه، وتحدي الميديا وقد ايه ممكن العالم يتوجه من خلال الميديا. دي تحديات موجودة اقتصادية اجتماعية، ممكن كمان تحديات خاصة بالأسرة، الأسرة والحرية الممنوحة بره مصر وأيضا حاليا جوه مصر بسبب التواصل اللي موجود خلال السوشيال ميديا، فبقي الناس عندهم تحدي في الأسرة، ممكن الأسرة يحصل لها نوع من الانهيار جوه مصر وبره مصر بسبب جزء منه الحرية والميديا. طب يا سيدنا مثلا بالنسبة للسوشيال ميديا ازاي ممكن نعالج الموقف او الحالة؟ بالنسبة للسوشيال ميديا محتاجة الكنيسة تبقى متواجدة على السوشيال ميديا وتتواجد بشكل يقرأ الشباب، بمعنى انه دلوقتي محدش عنده وقت يسمع عظة ممكن نص ساعة او ساعة. يعني انا من الناس اللي كنت ممكن اوعظ ساعة وربع، دلوقتي غلينا بالعظة بتبقى تلت ساعة ماكسيمم نص ساعة، ومرات عايزة تبقى 10 دقايق أو 7 دقايق في القداس. فالكنيسة محتاجة إن هي تفهم عقلية الشباب في العصر الحديث، إن هي فيها جزء منه من السرعة. حتى في وقت القداس محتاج الشمامسة يدركوا إنه بلاش تطويل، نقول بس برتم سريع شوية، بحيث يبقى في حماس موجود داخل الكنيسة بالذات للشباب، وفي نفس الوقت ما بوظناش اللحن، وكمان هو حضر المناسبة واستمتع بيها بس برتم سريع. طيب يا سيدنا، نوع من التحدي اللي ممكن نتعرض ليه، ممكن مثلا شباب تبعد من الكنيسة، لما الشاب ده يرجع للكنيسة ايه دورنا احنا، ازاي المفروض نتعامل معاه؟ لما شخص يرجع للكنيسة لحضن الكنيسة، اولا هو بعد ده دورنا احنا ككنيسة نبحث عنه، ومش شرط بس دور الراعي او الاب الكاهن او الاب الاسقف، دور الأصدقاء والأصحاب. يعني أنت صاحبك مثلا أو صاحبتك أنت مثلا بعيدة عن ربنا، المنع أنك أنت كمان تكلميه، ولما ترجع يبقى احنا مرحبين بيه. كموضوع خاص بالابن الضال اللي رجع لأبوه، أبوه كان منتظره وما عاتبوش، ما قالوش أنت عملت وخدت فلوس وضيعت سمعتنا وبهدلتنا، لكن أبوه استقبله وحضنه وفي نفس الوقت اداله كل اللي هو عايزه. فالراجع للكنيسة احنا لازم نستقبله بترحاب، وكلنا، لان في اخ كبير زعل
الأخ الكبير لما جه الابن الصغير ذا. لكن يقينا لو أب كاهن طبعا بيحب إن ولاده ييجوا الكنيسة بيرحب بالبعيد وبالقريب. طب سيدنا، ايه هو دوري كمسيحي في رجوع شخص الى الكنيسة؟ أنا دوري أولا أكون عندي نوع من التقوى. يعني إيه تقوى؟ يعني أنا بحب ربنا وماشي في وصايا ربنا صح، يعني ماشي في حياتي صح، ده نوع من الكرازة. دي أولا. النقطة التانية إن أنا بحب الشخص ده، مش بكرهه، هو تحت ضعف زي واحد مريض، فأنا محتاج إنه أقدم له حب. أنت تقدم له حب لأنه ده صاحبك أو صديقك، فأنت محتاج تقرب منه وتقدم له حب، لكن مش معناها توافق على الغلط بتاعه، لأن لو أنا وافقت على الغلط ما هو يكمل، أنا مش موافق، أنا بحبك لشخصك، وفي نفس الوقت أنا كمان بالنسبة لك قدوة، أنا مش بعمل نفس الغلط اللي أنت بتعمله. والنقطة الثالثة إن أنا كمان مداوم على المحبة، يعني ما توقفتش عن إن أنا في يوم من الأيام أتصل بيك وأسأل عليك، وكل يوم ربما بخبط على بابك من خلال مسج، من خلال مكالمة، من خلال مقابلة، من خلال خروجة، بس مع الالتزام الشخصي مني أنا. يعني حتى لو الشخص ده مش قابل مننا، يعني مش بيرد علينا مثلا، برضو احنا نكمل تكرار المحبة بيشبهوها الكتاب زي نقطة المية اللي بتنزل على صخر، على حجر، نقطة المية المستمرة تعمل حفرة. فأنت ممكن تعلم في صاحبك لو كل يوم بتديله المحبة دي، بتقدم له المحبة دي. انت كده يا سيدني ممكن بتتكلم عن مهمية الافتقاد مثلا، ازاي احنا نطور الخدمة دي في الخارج؟ هي طبعا مهمة في كل حتة، بس يعني احنا ممكن في الخارج نكون نتعرض لأسهل ان احنا نبعد للكنيسة او كده، فازاي نطور الخدمة دي في بره مصر؟ طبعا هو محتاجين اولا ان احنا نبقى مجمعين الداتا بتاعت الولاد بتوعنا اللي احنا بدهم. يعني اي حد مثلا يدخل فرنسا باريس يبقى الكنيسه عارفه ان في واحد دخل، يا اما من كنيسته اللي في مصر، يا اما من معارفه واصحابه، يا اما من صحابه اللي موجودين في الجامعه اللي جه، لو ده واحد درس، واحد في الشغل لقى واحد، فبيعرفه، بيعملوا نوع من الكرازه، فده نوع من الاخبار. انا بقول للكنيسه ان في واحد جه، يا اما انا اقوم بالدور ده او ابونا او الاب الاسقف. فانا محتاج لما يجي حد جديد انه ينضم لينا. طب هينضم ازاي؟ جايز الكنيسه ما تعرفش، من خلال الشباب الموجودين او الاسر الموجوده هي اللي بتجمع الداتا دي. وقوه الكنيسه لما يبقى عندها احصاء، ما يسمى الاحصاء المسيحي. الاحصاء المسيحي معنى ايه؟ ان انا عندي داتا موجوده عن الناس، انا بعمل لها كلاسيفيكيشنز، نوع من التقسيم، دول الأطباء، دول المهندسين، دول العمال، دول اللي سواقين تاكسي، كل التصنيفات موجودة، وكل واحد أنا ممكن أعمله نوع من خدمة متخصصة. واحد بيدرس أنا محتاج أكلمه بطريقة تانية، غير الواحد دكتور في جامعة، غير واحد بيشتغل في الشارع. فلو أنا عندي داتا كبيرة وجاهزة للكنيسة، حيث بتدخل لي كل المعلومات، أنا أعرف أقدم الخدمة دي. طيب دلوقتي سيدنا هنعمل حاجة مختلفة خالص. نفتك كنت بتحب تتفرج على كرة القدم؟ انت جيت في عنوان غلط. انا لان انا وانا صغير كنت بلعب كورة، فواحد كسرني، يعني ضربني في رجلي، فخدت قرار وانا في ابتدائي اني ما العبش كورة، وابتديت العب بينج. فانا ممكن بعد ما اخلص اللقاء العب معاكم بينج. ممكن يا سيدنا طبعا. طيب عموما يعني النهارده نيافتك هتبقى الحكم، يعني هيبقى في مع نيافتك كارت اصفر وكارت احمر، وممكن نيافتك يعني مارينا هتعرض على نيافتك بعض المواقف، ونيافتك تدي كارت احمر وكارت اصفر. الكارت الاصفر يعني ممكن ما بين خطيبين، يعني ممكن نكمل العلاقة او ممكن نعالج الموضوع. الكارت الاحمر يعني احنا كده في موضوع خطر ولازم نوقف العلاقة. أتمنى أكون حكم كويس. زي ما قال ماكسيم، دي مواقف ما بين خطيبين. أول موقف، لو مثلا واحد خطيبته لبسها غير لائق، كارت أصفر. كارت أصفر، بقول له كمل العلاقة بس مع التوجيه. تملي أنا كنت أدي محاضرة للبنات بتوع ثانوي، وبعدين أقول لهم أحسن لبس في الدنيا في العصر الحديث،
فالولاد يروحوا للقديسين، دي حاجة حلوة، أمنا العذراء وقديسة إليصابات وكده، لبسهم حلو شيك مش وحش يعني، بس أقول لهم لا في العصر الحديث، فما يجاوبوش. فأقول لهم الملكة إليزابيث، كنت معجب أشد الإعجاب بشكلها، شكلها في لبسها، فأناقتها، الكاب أو البرنيطة اللي لابساها، الحلق اللي لابساه، العقد اللي لابساه، الفستان اللي لابساه، الشنطة، الشوز بتاعها، قد إيه في هارموني موجود في شكلها وفي لبسها. فلما بقول إنه ده لبس شيك، أنا لو أنا خطيب ومعايا خطيبتي هقول لها إن أنا بحب اللبس الشيك، وإحنا محتاجين نشوف موديلات مش عريانة، موديلات حلوة شيك، لأن ليه أنا أعري جسمي؟ ممكن يقول لك اللي بيقولوا الأسقف ده تخلف، أنا مش محتاج أعري جسمي. ليه أعري جسمي؟ لأن نتذكر المسيح يعني اتقال في العهد القديم عن آدم وحواء لما كان عريانين، يقول صنع الرب لهم أقمصة من جلد وألبسهما، يعني ربنا لبسهم لبس، كانوا عريانين وربنا لبسهم لبس، ويقينا إن القميص اللي اتعمل كان قميص حلو وشيك. فإيه المانع إن أنا ألبس لبس شيك مش عريان؟ يعني العري ده معناها إن أنا عندي حاجة ملخبطة شوية في دماغي، أنا عايز أعري جسمي. طب ليه ألبس لبس شيك؟ هل كانت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا العظمى ما هي شيك؟ لا كانت شيك، والبنات كلها بيبصوا على لبسها ويبهروا بطريقة لبسها، وعندها حد مخصوص بيعمل لها اللبس. فأنا مش محتاج أفك العلاقة، لكن أوجه خطيبتي. طيب لو واحد خطيبته بتشتم أو العكس، بتشتم أو بتهين خطيبها قدام الناس، يعني هجاوب إجابتين فيها أحمر وأصفر. لو هي مستمر أو هو مستمر على أخلاقه ومش عايز يتغير، ده كارت أحمر. لكن لو واحد حاسس إنه ده ضعف وبيحاول فيه، متضايق أو هو اتعود يشتم، ممكن أنا أجيب له آيات. لو أنا عايز أخدم شريك الحياة ده اللي هيبقى شريك للحياة، أقول له إنه لا شتامون يرثون ملكوت الله، اللي بيشتم ده مش هيروح السماء. ففي الوقت ده ممكن يبقى الكارت الأثر ده نافع ليه، إن عندنا محاولة إنه يبطل الحاجات دي. ولو أنا مثلا يعني بقول للبنات، البنات عندهم قدرة على تغيير الأولاد، الشابات عندهم قدرة على تغيير الشباب الذكور. ليه؟ لأنهم لهم التأثير، يعني هي متضايقة من شتيمة خطيبها، هو نفسه بيتغير ويقول عشانك أنا هبطل أشتم. فده ينفع مع الكارت الأصفر. نفترض واحد قعد فترة الخطوبة كلها عصبي وممكن يضرب حتى خطيبته، وبعدين يكمل الخطوبة دي، لا ده محتاج كارت أحمر مش هنقدر نكمل مع بعض. تمام. طب لو واحدة خطيبها بخيل، كارت ايه؟ يعني البخل في حد ذاته صعب جدا، لان البنات بيحبوا اللي بيسموه كده الهدايا والكرم. يعني اتخيل اتنين خطيبين خارجين، وبعدين يقول لها مثلا انا عازمك على العشاء، وفي الاخر هي البنت اللي بتدفع، يقول لها انا اجيب لك هدية مثلا ذهب في مكان ما، وبعدين يقول لك اصلا انا نسيت الكارت الفيزا كارد ومش معايا فلوس كاش ماني معايا، وادفعي انت. لا طبعا الشخص ده ما يصلحش، كارت احمر. لا اكيد كارت احمر لو في بخل مستمر، لكن لو موقف حصل واتناسى، لكن ده بيسموها كده انه دي عاده متاصله فيه. طبعا مش هيقدر يجيب اكل فيما بعد، مش هيقدر يصرف على اولاده، هيحوش فلوس، لا ده كارت احمر. تمام. طيب لو واحد ابن أمه، ده موضوع صعب شوية. احنا محتاجين برضو، يعني انا هقول شوية حاجات. الكتاب المقدس لما قال انه يترك الرجل اباه وامه يلتصق بامرأته، يعني ايه الواحد يترك اباه وامه؟ مش معناها ان هو رافضهم او زعلان منهم او مش هيكرمهم. الكتاب بيقول اكرم اباك وامك، لكن في نفس الوقت بيحصل نوع من الانفصال. الانفصال ده بيقول ايه؟ بيقول ان الشخص بيبني حياه، ولازم الاب والام يشجعوا اولادهم انه ينفصلوا عنهم. وانتوا عندكم هنا بره ممكن انا في بعد الهاي سكول اروح اسكن لوحدي واعيش لوحدي،
ده غلط برضه، لان محتاج كمان اكمل شكل الاسره، ان انا لغايه ما اتجوز انا قاعد في بيت بابا وماما عشان شبعوا بالحب بتاعي لغايه ما ارتبط، مش ثانويه عامه وانا سبتهم، لا. فموضوع ان الواحد يترك اباه وامه، انه بيجي وقت نضوج، الاب نضج والام نضجت وبيقول لاولادهم انتوا لازم تسيبوا البيت وروحوا تتجوزوا، والاب والام ياخدوا بالهم من انه يدوا الحريه لاولادهم على الانفصال، يا بابا هنجيلك او يا ماما بعد الجواز هنجيلكم مره في الاسبوع، هنيجي ناكل معاكم. لكن لو سالت على بعض الشباب بعد ما يتجوز هو يخلص شغله ويروح عند مامته وسايب مراته، ده محتاج كارت احمر من الاول. انا ما اعرفوش دلوقتي ده حصل جواز هنعمل ايه، لكن من الاول لو انه شخص اعتمادي على اسرته ومش عايز ينفصل ده ما ينفعش يتجوز، لانه ما نفذش الايه اللي بتقول ليترك الرجل اباه وامه. مش معناه ان انا بهين ابويا وامي، لا، بعمل لهم اكرام حسب ظروف. لو واحده خطيبها كان عنده كذا علاقه قبل كده، في كده لو هو مستمر على العلاقات خارج النطاق الصحيح الشرعي، لا ما ينفعش، ده محتاج كارت احمر. لكن واحد عنده ماضي والماضي ده انتهى وقال لخطيبته وخطيبته سامحته ولانها هو مبتدي معاها كويس، لكن عنده ماضي وحش وهي غفرت لي، خلاص لو قبلها تكمل معاه يبقى ده كارت اصفر، ممكن تكمل معاه. طيب لو واحد خطيبته عندها صحاب ولاد كتير او العكس، يعني فيها حاجة غلط كارت؟ لو انه متعلق والولد والبنت يفهموا يعني ايه تعلق، واحد خاطب واحدة البنت دي ليها اصحاب كتير ولاد وبتكلمهم وتقعد معاهم لفترات طويلة، طب فين وقت خطبها؟ يبقى كأنه مش مرتبط، فدي لا، ده كارت احمر على طول. تعالي نخرج مع بعض، خطيبها بيقول لها، تقول له لا انا مش فاضية انا راح اقابل فلان وعلان، لا طبعا ده كارت احمر من الاول. لكن واحدة كان ليها أصحاب كتير حتى لو أصحاب وسط المدرسة أو الجامعة أو الكنيسة وكانت مرتبطة، لما بيجي خطيب بتنعزل عنهم شوية ومركزة معهم، لا يبقى حتى لو ليها، لا ده كارت أصلا. لو واحدة خطيبها بيغير عليها جدا بطريقة مرضية، من وجهة نظري الغيرة دي علامة صحية. أفترض إنه واحد ماشي مع واحدة خطيبته ماشيين في الشارع وحد بيعاكس خطيبته، لو هو ما غارش عليها يبقى البنت نفسها بتشعر انه مش بيحبها. فالغيره دي الغيره دي موجوده عند ربنا نفسه، يقول في سفر اشعيا صح 9 يقول غيره رب الجنود تصنع هذا، ربنا بيغير علينا ويتضايق لما بنروح بعيد عنه، فربنا بيغير علينا. فإذا كان الشخص ما عندوش غيرة البنت نفسها بتتخض، تقول له أنت يعني حس لو هو مش بيغير عليه. طب يعني لو الغيرة يعني شديدة شوية، لو دخلت في شكل مرض ممكن ما ينفعش نكمل الخطوبة دي، مرض. أوكي. اتكلمتي مع مين، خرجتي، قلتي ايه، مش عارف ايه، كل التفاصيل الكتيرة دي مرض، تبقى انديكيشن لمرض. لو واحد خطيبته مش بتصوم خالص، كارت احمر ولا كارت اصفر؟ لا، ممكن يعني انا تملي اقنع الشباب اقول لهم كده ان الصيام في الكنيسه الارثوذكسيه هو احسن صيام موجود في العالم. ليه؟ لانه الصيام بيعتمد على حاجات الفيجيتيريان والفيجن، معرفش بالفرنساوي فيجن يعني فيجن. لو واحد ماشي بنظام غذائي دلوقتي موجود بالنسبة للفيجيتيريان هو شخص مور هيلثي، عنده صحة أحسن، فإيه المانع لما أنا بقول لخطيبتي أو خطيب اللي مش بيصوم بقول له إنه بعرفه قد إيه أهمية إن هو يبقى شخص نباتي، لأن دي بقت موضة دلوقتي، موضة بين الشباب يقول لك أنا مش باكل لحمة مش باكل فراخ أنا عايش نباتي، دي بقت موضة. طب لو الموضة دي أنا عاملها حتى لو انا اقنعتك علميا من اجل الله، من اجل الصيام، من اجل ان اقرب من ربنا اكتر، في وقت الصيام انا بشتاق لربنا
كأنه بنفذ الآية: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، كأني أنا جعان لربنا. يعني كارت اصفر ونحاول بنحاول نغير. تمام. طب لو هو او هي مش بتخدم خالص في الكنيسه، مش شرط الخدمه، انا يهمني صلاح الشخص، يعني شخص بسلوكه كويس، المبادئ المسيحيه في قلبه، مش شرط الخدمه، لان ممكن انا يعني انا عندي قناعه ان ممكن اخدم في العالم ربما اكتر من الكنيسه. افترض ان انا طبيب وشغال في مستشفى بقابل آلاف الناس، أنا مستعد أخدم الآلاف دي كأني جوه الكنيسة، بس أنتوا ككنيسة مش هتعرفوا توصلوا لهم، فأنا طبيب عرفت أوصل له، فأنا بخدم من خلال عملي، من خلال شغلي. فلو شخص عنده توجه مسيحي إن أنا بحاول أظهر مسيحيتي وتربيتي المسيحية وأنا بره، مش لازم أكون خدمة نظامية جوه الكنيسة، ولكن يعني يفضل طبعا يكون بيخدم أو هي بتخدم، عشان لو ننزلوا خدمة مع بعض في ميعاد خدمة بعض، بس شي نوع من التعارض. لو هو مش شماس أو مش حافظ ألحان خالص، ملهوش في الألحان خالص. في ناس أصواتها صعبة، يعني صعب يقول لك أنا صوتي وحش ومش منغم ومش فاهم الطبقات، وممكن لو خد الميكروفون وقلح ربما يحصل إزعاج، فما نجبرش واحد يحفظ لحن هو صوته مش حلو. فما قصدي يقول لك انا، لكن تملي اللي عنده ودن موسيقيه بيميل للالحان القبطيه، لان الالحان القبطيه نفسها فيها نوع من البهجه، والمرتلين الشاطرين بيعرفوا يجيبوا كل الالحان، حتى اللي بنسميها حزيني ممكن يجيبها، بدليل ان احنا مثلا في يوم الجمعه العظيمه بنقول لحن بيك ثرونوس: كرسيك يا الله الى دهر الدهور، بنقوله بالدف. والالحان اللي بالشاطر، بقول المرتلين الشاطرين مش كل المعلمين، لكن المرتلين الشاطرين يعرفوا يجيبوا الالحان، فالالحان مبهجه. افترض واحد ودانه مش موسيقيه، مش بتاع الحان، طب ممكن يقول في الكنيسه، بس مش لازم يلبس تونيا، يعني ما تفرضيش على خطيبك انت لازم تبقى شماس وتلبس تونيا وهو مسك ميكروفون، هيحصل انزعاج في الكنيسه. فانت حافظي على بقيه المصلين يعني، لكن ممكن يصلي في مكانه، يحفظ لحن ويشترك مع الشعب. خلاص يعني مفيش كارت خالص. لا مفيش كارت. خلاص دلوقتي هنعتبر ان الاثنين خطيبين اتجوزوا. ايه ممكن تدي نصيحتين للزوج ونصيحتين للزوجة عشان العلاقة تتم كويس؟ نصيحتي للزوج بقول له الكتاب المقدس بيقول لك انت بادر بالمحبة، لان البنت بطبعها في اي مكان بطبعها خجولة. فالكتاب بيقولوا أيها الرجال أحبوا نساءكم، يعني أنت بادر بالحب، أنت خليك الستارتر بتاع الحب، عبر عن حبك حتى لو مش عارف تقوله، لكن عبر بمشاعر، عبر بأعمال عملية قدامها هي بتحس إنك بتحبها. النقطة التانية للرجالة: خلي عندك ذكاء اجتماعي. في كتب أو محاضرات بتتكلم عن الذكاء الاجتماعي، أنا من وجهة نظري الذكاء الاجتماعي هو ملاحظة الآخر. يعني واحد دخل بيته مثلا لقى مراته متضايقة، حيث يسألها، ده نوع من الذكاء. أنت متضايقة ليه؟ طب أنت شكلك تعبانة مرهقة، حاجة مثلا يساعدها في المطبخ، يدخل معاها المطبخ ويغسل معاها المواعين اللي مرات تبقى بتتعب الزوجة، فممكن يبقى هو شخص حاسس بيها. فبقول مبادر، نصيحة. النقطة التانية بيلاحظ، عنده ذكاء اجتماعي. بالنسبة للزوجة بقول لها قللي الكلام شوية، يعني بلاش ان الاخت تتعلم من امنا العذراء، مش قصدي حاجة، الله واهب ادى الست جفت ان هي تتكلم كتير بسبب اساسي الله خلقه، عشان تربي عيالها، عشان تديهم تعلمهم. انا اتخيل ان الراجل هو اللي هيدي ولاده دروس في الكلام، غالبا اللي قاعد يطلعوا صم ما يعرفوش يتكلموا، يطلعوا ما بيتكلموا صم وبكم، يعني اصم وابكم، يعني ما بيتكلمش. لو الراجل هو اللي بيعلم، الست ربنا اداها قدره تتكلم كتير، تتكلم كتير من اجل الجزئيه دي. فقول لها بما انك تتكلمي كتير مع اولادك خففي الكلام مع زوجك، ربما هو يكون الراجل ما بيحبش كثره الكلام، والراجل يحب النتيجه،
يعني ممكن هي تحكي حكاية كبيرة عشان توصل نتيجة، الراجل عايز النتيجة، فالأخت عايزة تفاصيل كتيرة جدا جدا. فنصيحة ليها بقول لها قللي شوية الكلام، مش قصدي حاجة، يعني انت بتتكلمي اهو واحنا سامعين، لكن قصدي ان هي كمية الكلام تقل. النقطة التانية ان هي تقدر ظروف بالذات الاقتصادية. احنا في زمن صعب، الغلاء في مصر كتير والغلاء بره عندكم برضو كتير. الغلاء ده بيخلينا احنا انا لو راجل، لو انا راجل متزوج عندي التزامات وهم، فمحتاج حد يشيل معايا. فخليكي انتي قدري ظروف، يعني انا عملت مبادرة في اسكندرية وانا قبل العيد اقول لهم يا جماعة كفاية في العيد ناكل ونشرب ونهيص، لكن بلاش لبس جديد، على اساس ده كوست هيضاف على الميزانية بتاعت الراجل في الوقت ده. فانا محتاج اكون عندي نوع من الذكاء والاحظ هو معاه فلوس ولا لا، يعني بلاش الاصرار ان تجيب لي الحاجة دي، خليني عندي كمان بقدر كمان انه احنا في ظرف صعب. طب احنا دلوقتي سيدنا خلصنا اول موضوع اللي هو موضوع الحياة الاجتماعية، وهنبتدي ندخل في موضوع الحياة يعني الخدمة، وعايزين نعرف يعني ايه هو معيار الخدمة الناجحة، او ايه هو يعني ازاي نعرف ان الخادم ناجح في خدمته؟ الخدمة الناجحة من وجهة نظري إن الشخص كخادم أنا بأثر في المخدومين، تأثيري أنا كخادم على المخدومين ده جزء منه نجاح. إن الولاد بيسمعوا الكلام، بيفهموا الدرس، بيتقبلوا مني الخدمة، ده نوع من النجاح. لأن لو عملنا العكس، الولاد مش منصتين، مش بيسمعوا الكلام، مش بيفهموا الدرس، طب انا بقدم ايه؟ النقطة التانية انه انا ملاحظ تقدمه الروحي، النمو، الجروينج بتاعه هو نفسه رايح فين؟ الولد ده كان ما بيقراش ابتدى يقرا، ما كانش شماس بقي شماس، ما كانش بيخدم مثلا لو شاب ابتدى يخدم، فده نمو، ده نوع من النجاح، ان الشخص شايفه بيتغير، ده نوع من النجاح. أحيانا في الخدمة بنقابل مشاكل أو تجارب كتير بتخلينا ممكن في أوقات نيأس. إيه سر يافتك اللي يخلينا على طول متحمسين في الخدمة، وإيه اللي ممكن نعمله لو حسينا بيأس في وقت؟ كل الخدام وحتى رسول بولس، لأنه إنسان، رسول بولس يقول حاجة جميلة جدا، يقول كده تثقلنا، وبيخدم تثقلنا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. يعني أنا يئست، بمعنى إيه؟ بمعنى أنا شخص وصلت للنهاية من كتر التعب، تثقلت، واحد شال تقيل، حتى يئسنا من الحياة، ده خادم الخدام. إذا كان واحد زي بولس الرسول وصل للمرحلة دي، فلو أنا جالي يأس كخادم، العلاج بسيط أوي، أقول له إهدى، اقعد في بيتك يوم، ما تنزلش، حتى في ميعاد الخدمة، اقعد صلي، واقرأ في الكتاب، روح دير خلوة. قابل اب اعترافك، اقرا كتاب، اسمع عظه، لكن ما تيأس. يعني ممكن في ميعاد الخدمه انا مش قادر لاني مثقل، ممكن ما انزلش في مره واحده، لكن بقيه المرات انزل ومحتاجه اتشحن. طبعا لو خادم وصل لمرحله كبيره من اليأس بكثره المشاكل، ممكن يبقى مثلا خدمه معينه فيها مشاكل كتير، ومحتاج يبقى صريح، انا مش نازل عشان واحد اتنين تلاته 10، ودي ما تخصنيش انا، تخص الخدمه. فانا ممكن اواجه امين الخدمه او اقعد مع ابونا، وفي الوقت ده بوضح له ان الخدمه فيها شويه مشاكل كتير، وانا وصلت لمرحله صعبه، جايز اللي في ايده القرار يغير، فانا استريح. طب ايه اللي ممكن نعمله عشان نحافظ على اولادنا خصوصا في سن اعدادي، نحافظ عليهم يكونوا موجودين في الكنيسه على طول؟ احنا بنشكر ربنا عندنا في اسكندرية أطلقنا مبادرة اسمها خادم من الصغر. يعني إيه خادم من الصغر؟ ولد في ابتدائي، ده موضوع مهم، الولد في ابتدائي أول ما بيخلص الست سنين بتوع ابتدائي عندنا في مصر، ممكن في سن إعدادي عنده حرية. الحرية دي إيه؟ بيقول لبابا وماما أنا نازل الكنيسة، وممكن ما ينزلش أو ما يروحش الكنيسة.
وبعدين الاب والام يقولوا احنا كنا في ابتدائي بنوديك الكنيسه، دلوقتي مش هنعرف نعمل كده منظرك قدام صحابك، فانا محتاج لما يخلص ابتدائي اروح انا لقطه ككنيسه، فاعمل ايه؟ اقول له حبيبي انت في اولى اعدادي بنديك برنامج اسمه اعداد خدمه، انا باهلك انك تبقى خادم معايا، انا لو خادم شاطر افهم الجزئيه دي انا ضمنت الولاد، لاننا داخلين على زمن صعب. يعني لما هتظهر النظارة، هي اوريدي بتتصنع دلوقتي الميتافيرس، وانا دخلت في العالم الافتراضي، اما الاستاذ بتاع مدارس الاحد يقول لي تعالى مدارس الاحد، اقول له لا انا بحضر، انت جوه هو ده، انا حاطك في البرنامج، انا شايفك انت بتوعظ، انا مش محتاج اروح معاك. لكن لو انا اقنعت الولد اللي في اولى اعدادي انت معانا، انت بتخدم معانا، انت شريك. هدي مثال، لو انا شاب بعيد خالص عن ربنا والاب الاسقف او ابونا الكاهن اتصل بيه قال له انا محتاجك توصل الست التعبانه دي، يقول له حاضر يا ابونا، تعالى ممكن يحضر معايا قداس، يقول لك لا، بس هو عايز ينجز حاجه او يعمل حاجه. فانا بقول للولد في اولى اعدادي تعالى انت اخدم معانا، انت بتخدم معانا، وخدمات ليس لها حصر. هدي مثال على مستوى العالم، يعني عمر الانسان تقدم، الناس دلوقتي عندكم في فرنسا ممكن بشوفوا عندهم 90 سنة وماشيين في الشارع، فيقينا عمرنا بيحصل له نوع من التقدم وكبرنا، وست قاعدة لوحدها ومش عايزة تروح المكان بتاع السينيورز المسنين ولا غيره، فقاعدة في البيت، ده محتاجة ايه؟ محتاجة حد يخبط عليها، ممكن ابعت لها بنت في اعدادي، حد يعملها اكل، ابعت لها بنت في اعدادي. فانا عندي خدمات لا حصر ليها، بس عايزة خادم يفكر خارج الصندوق وازاي نحافظ على الولاد دول داخل الكنيسة. فالبرنامج اللي عملناه اسمه في عظة انا قايلها اسمها خادم من الصغر، بشرح فيها الموضوع، عندنا منهج بيدرس لأولى اعدادي، حس بتاع اولى اعدادي انا حافظت عليه جوه الكنيسة، يدخل سن المراهقة يلاقي نفسه خادم في الكنيسة فبقي ملتزم وحب الكنيسة وحافظ عليها، وكل الولاد محدش ضاع. وديت مثال، لو انا مثلا عندي في الفصل في ابتدائي 100 طفل، في اعدادي بلاقيهم 30، في ثانوي بلاقيهم 5، ال 100 وصلوا لغايه 5، طب ال 95 فين؟ لكن لو في اولى اعدادي انا مسكته قلت له لا انت بتخدم معايا، ال 100 في ابتدائي هم ال 100 في اعدادي هم ال 100 اللي بيخدموا في الكنيسه. طب احنا حابين نسمع من نيافتك نصيحتين، نصيحة لواحد لسه مبتدي الخدمة وواحد قديم في الخدمة. المبتدي في الخدمة قول له خلي عندك خوف ربنا، خلي ربنا بالنسبة لك هو الكبير، أبونا اللي معاك في الخدمة أو أمين الخدمة بتاعك ممكن يشوفوك مجتهد، لكن خلي ربنا هو اللي يشوفك. الكتاب سماها الرسول بولس يسميها لا بخدمة العين كمان يرضي الناس، لكن أنا برضي ربنا، وما برضي ربنا أنا برضي أمين الخدمة وبرضي كمان أبونا اللي في الكنيسة. فخلي ربنا ده كبير في عين، لا بخدمة العين كمان يرضي الناس، ده بالنسبة للخادم المبتدئ. بالخادم الكبير قوله أنت محتاج نوع من القراية أكتر، أنت محتاج تستمع لآخرين أكتر، انت محتاج تجدد شويه في خدمتك اكتر، انت محتاج تشوف خبرات في اماكن كتيره وناس نجحت، جايز انا ماسك خدمه بقالي كتير ما حصلش نجاح عندي، جايز عندي فيه غلطات اروح اسال في خدمات تانية. فالخادم الكبير محتاج نوع من الاستزاده. سيدنا احنا كلنا عارفين اهميه الكتاب المقدس لكلنا كمسيحيين وكخدام طبعا، ممكن تقول لنا مين الشخصية المفضلة ليك في الكتاب المقدس؟ أول حاجة هو المسيح إلهنا اللي ظهر في الجسد، ده أعظم شخصية، صح إن أقول كده، شخصية ظهرت في التاريخ، الله الظاهر في الجسد ده أعظم شخصية. الشخصية الثانية اللي أنا بتأثر بيها جدا هي شخصية يوسف ابن يعقوب اللي في سفر التكوين، ودي شخصية أنا اتكلمت عنها كتير وما زلت بدرس عنها، وفي مرات في عمري درست حياة هذا الرجل العظيم يوسف اللي في سفر التكوين نسميه يوسف الصديق، وحياته مملوءة، وهناك 100 شبه بين يوسف والمسيح، يعني يوسف يشبه المسيح في 100 شبه،
ودي مسابقة أقولها ليكوا أنتوا اللي بيتفرجوا علينا، دور الشبه، الميت شبه اللي بين يوسف وبين المسيح. سيدنا عشان ننهي موضوع الخدمة، ممكن تحكي لنا يعني موقف حصل مع نيافتك في الخدمة وتأثرت بيه؟ يعني أنا في الخدمة اتعاملت مع رجال الله كتير قوي، من ضمنهم واحد أنا شخصية بحبها اللي اختارني للخدمة، إن أنا أخدم المسيح إلهنا بكاهن متبتل، هو المتنيح الأنبا مكاري. أدي ده أثر في حياتنا جدا، صفات كتيرة جدا حلوة جدا عنده، من ضمنها عشقه للصلاة وعشقه للكتاب المقدس، وكمان تقواه وطهارته وبره، شخص مقدس. أما تتعامل معاه تحس إن ده رجل الله اللي من قرون قديمة، مش موجود زيه كتير، فده أكيد ده أثر في حياتي كتير. وعشان ننهي دلوقتي اللقاء كله، يعني احنا عايز هنسأل سؤال لنيافتك، احنا هنسأله يعني لكل ضيوفنا في اللقاء ده. عايزين نسمع من نيافتك موقف محرج يعني حصل، وازاي ممكن يعني ازاي نيافتك خرجت من الموقف ده، او ازاي هو اتصرفت. موقف محرج بس أنا ما خرجتش منه، هم خرجوني منه. أفتكر وأنا عندي 18 سنة، كنت في إعدادي هندسة، فدخلت خدمة حضانة، أمين خدمة قال لي أنت هتنزل حضانة، فنزلت حضانة وحضرت درس قوي جدا، وبعدين أمين خدمة بيشوفني وأنا بدي الدرس، فلقاني بتكلم لغة عربية كأني دول جامعة الأطفال الصغيرين، فاللي بقول لك إيه أنت ما تدفعش الخدمة دي. أنت تمشي من الفصل ده. قلت له أعمل إيه؟ قال لي تنزل شباب. ف إحراج يعني، أنا العيال شافوني وبعدين سبتهم ليه؟ عشان أمين خدمة قال لي أنت تروح شباب، ما تقعدش مع الولاد الصغيرين، لأن كلامك اللغة العربية بتاعتك لغة عالية ومش قد، أنت ما بتتنططش، ما بتقولش كلام سهل، كله كلام صعب لانه قاعد متابع. فتخيل لو انا عندي 18 سنه انا بخدم شباب، خادم من خدام الشباب، وانا سني صغير وكان عندي ناس اكبر مني. فده كان موقف محرج بالنسبه لحضانه، بس يعني انتقلت لشباب. ونفتك خدمتهم كام سنة؟ الشباب من الوقت ده، من سنه 85 لغايه دلوقتي انا بخدم شباب، سنه 1985. نشكر نفتك يعني على اللقاء ده، وعايزين نسمع من نفتك لحن يعني بتحبه، او ممكن ترنيمة هو من في نفتك تقوله واحنا هو لا نشوفه. الترنيمة دي لما بتتقال أنا بتأثر بيها جدا. هو شاعر كاتبه قداس البابا شنودة المتنيح، اللي هو اسمه كده أنت لم تنصت إلى الحي. فالترنيمة دي لما تتقال في أي وقت أنا بتأثر من الكلام واللحن اللي موجود. ماشي نسمع سيدنا. فأنا هقول بس بيت واحد بس يعني مشاركة ليكو وخلاص. ماشي سيدنا. أنت لم تنصت إلى الحياة بل أخطأت أمي. ميرسي سيدي. مش قادر أكمل. لا خلاص. شكرا كتير يا سيدنا. شكرا للوقت اللي انت خصصته لنا النهارده في اللقاء، كان لقاء ممتع جدا. نتمنى لنيافتك زياره سعيده في فرنسا، ونشوفك نشوف نيافتك قريب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. ميرسي سيدنا. ميرسي ليكو. انا متشكر ليكو انه انتوا يعني استضفتوني وجيت معاكو، وفرصة كويسة أقدم شكر لسيدنا الحبيب أنبا مارك على استضافته ليا، وهو من ساعة ما اتجلس في فرنسا وكل ما يقابلني يقول لي تعالى فرنسا، وأنا اللي مقصر، واليوم بعد يعني سنين يعني جيت النهاردة أول وقت ليا في فرنسا أن أنا أقضيه معاكم. شكر لي. شكرا شكرا.